ايه بالغوالي؟ اهلين عمي ابو حسام. خير عمي ابو حسام؟ شو في؟ خير شو القصة؟ اهلين عمي ابو حسام. ابو حسام ايش عم تحكي؟ بتعيط؟ فوت تعال فوت. فات ابو حسام صار لك شيء؟ عمي ابو حسام عم تنركب يا رجل. خير شو في؟ شو صاير؟ شو الدنيا؟ شو الدنيا؟ الله اكبر يا عمي، شو صاير؟ احكي لنا. حتى بالظلم، لك بالظلم ما بيعدي. عمي ابو حسام بس بس روق واحكي لنا شو صار. طلعوني من بيتي، رموني اغراضي بالشارع، لك ما حدا رموا جيبتي. ليش حتى يطلعوك من بيتك؟ اختي نجوى معلش تجيبي لنا كاسة مي؟ من عيوني. يا عمي ابو حسام هدي هيك وروق واحكي لي ليش طلعوك من بيتك؟ يعني شو صار؟ شو سويت؟